أهلا المشاهدين الكرام، مشاهد الفاس بريس، ضمن حلقة جديدة من برنامج ضيف وقضية. القضية التي سوف نناقش اليوم المرتبطة بالرياضة في المغرب، سوف نتعرف من خلال هذا الروبورتاج على دور كبير للمعهد الملكي لتكوين أطر الشباب والرياضة، من خلال يعني زيارتنا لهذا المعلمة التاريخية عندها 50 سنة. غادي نعرفوا من خلالها أيضا، من خلال المدير ديالها الأستاذ الحسين البهي، على عدد من المرافق اللي كتزخر بها هذه المؤسسة هذه، وأيضا غادي نتعرفوا على التحصيل البيداغوجي وأيضا عدد من الأمور المرتبطة بهذا الجانب. فابقوا معنا من خلال هذه الزيارة الميدانية. طيب سيد المدير، اولا شكرا جزيلا لك من بعد هذه الزياره اللي قمنا بها داخل يعني المرافق ديال المركز الملكي لتكوين اطر الشباب والرياضه. كنشكرك اولا على الاستضافه ديالنا في هذا المركز. فنبغيو نعرفوا اولا هذا المركز هذا، عطينا واحد النبذه تاريخيه عليه لو سمحت. فبالنسبه اولا هناك المركز الوطني للرياضات مولاي رشيد، هو مؤسسه من المؤسسات التابعه للمعهد الملكي لتكوين اطر الشباب والرياضه. نعم. يعني المعهد الملكي لتكوين اطر الشباب والرياضه هو معلمه تاريخيه يعني في مجال تكوين والتاطير في المجال الرياضي. هناك مؤسسات معنيه كذلك، مؤسسه اخرى معنيه بالشباب يعني بالطفوله والشباب ومسانده الاسره، لكن المركز الوطني للرياضه مولاي رشيد هي مجال يعني مؤسسه متخصصه في استقبال الابطال، في يعني في التاطير ديال الابطال، في استقبال الجامعات الملكيه المغربيه لمختلف الرياضات، واستقبال جميع يعني الجميع الرياضي النخبه للتربصات داخل المركز الوطني للرياضات. فهو مؤسسه للتعليم العالي غير تابعه للجامعات، لانه يعني مرتبط اساسا في شقه البيداغوجي ب يعني بالوزاره التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفي شقه الاداري فهو تابع لوزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه. في مهامه يعني في زياده على المهام الاكاديميه المنوطه به، فهو يقوم باستقبال يعني جميع المنتخبات الوطنيه، جميع الجامعات الملكيه المغربيه لمختلف الرياضات، وكذلك جامعات اجنبيه إفريقيا للتربصات داخل المركز الوطني للرياضات مولاي رشيد. فزيادة على هذا يعني هذا الشقين، هناك كذلك مركز للطب الرياضي، وحديثا تم إنشاء مركز دراسات الدكتوراه في علوم الرياضة. نعم، هذه المشاريع كلها غادي نتكلموا عليها السيد المدير. نبغيو نعرفوا الان ان كنحتفلوا او ربما احنا قراب نحتفلوا 50 سنه. نعم. يعني نصف. نعم. قرن. نعم، هذا نصف قرن اللي بغيناك تلخصها لنا في واحد الكلمات. فيعني هذه يعني خصوصا على مستوى الاثر ديالو هذه الخمسين اللي تمرت. اولا يجب ان نعرف بان المركز الوطني للرياضه ولا المعهد الملكي لتكوين الاطر هو الذي تم ولا قام بتكوين جميع وما اغلب وجل الاطر المتخصصه في مجال التدريب الرياضي. قد يعني من قبل كان يكون ما هو كان يسمى بالمربين، يعني مربين في المجال الرياضي، مفتشين في المجال الرياضي، ولكن مع تطور يعني هذا المجال تم تطور المعهد كذلك الى ان اصبح مؤسسه للتعليم العالي متخصصه في مجال التدريب الرياضي فيما يخص المركز الوطني للرياضات. صحيح ان يعني الاطر التي كانت متخصصه في مجال التدريب الرياضي هي التي كانت تسهر على يعني دور الشباب وعلى الفرق الرياضيه هنا المستوى المحلي الجهوي او الوطني. الان التطور اللي تتعرفوا الرياضه على المستوى العالمي يجب كذلك ان يواكب المركز الوطني للرياضه مولاي رشيد هذه التطورات على المستوى التدبيري، على المستوى يعني على المستوى العلمي، وعلى المستوى كذلك جودة التكوين للاستجابة أولا للحاجيات ديال النسيج الوطني في المجال الرياضي، ثم كذلك لجعل القطاع الوطني الرياضي قادرا على المنافسة عالميا. إلى نعرفوا الآن بأن الإنجازات الرياضية من المستوى العالي ترتكز على تكوين ذو جودة، وأن التكوين ذو جودة لا بد أن يرتكز على البحث العلمي المتخصص في المجال الرياضي. فالبحث العلمي هو بمثابة عمود فقري للإنجازات الرياضية من المستوى العالي، يجب الاهتمام به والاستثمار فيه والاستثمار في الموارد البشرية المتخصصة في هذا المجال. نعم، اللي بغينا نتكلموا الآن طبعا الحال لابد أنه المركز
عنده واحد مشروع عمل او استراتيجيه عمل تم تدربه مع اخر المعطيات ان تمتد حتى لسنه يعني 2027. صحيح. ممكن تكلمنا على الخطوط العامه ديال هذا المشروع من اجل تنميه مركز مولاي رشيد؟ يعني المشروع التنميه ديال مركز الوطني للرياضه مولاي رشيد وجعله قطبا للتميز لرياده المستوى العالي كان بعد يعني دراسه تقييميه وانخرط في التوجهات ديال السيد الوزير الذي يولي اهتماما كبيرا للمركز الوطني للرياضه من حيث يعني قام بي يعني اعطاء توجيهات لتشخيص الحاله الراهنه للمركز الوطني للرياضه، وبالتالي صياغه مشروع الذي من شانه ان يؤهله ليصبح قطبا للتميز كباقي الاقطاب التي تستقبل الرياضيين على المستوى العالمي. فعلا ان بعد الدراسه التشخيصيه للمركز تم يعني تمت صياغه مشروع يرتكز اساسا على تنميه الشق البيداغوجي ثم كذلك تنميه البنيه التحتيه وتاهيلها لجعلها تتلائم مع ما هو متطلب المستوى العالمي، وكذلك تنميه باقي التنميات والاهتمام بباقي المكونات التي تصب في تاهيل الاطور العامله في القطاع الرياضي التي ستؤثر ايجابا لا محاله على يعني النتائج وعلى القدره التاطيريه ديال النسيج الوطني في المجال الرياضي. البال نتكلموا على اي تاهيل ضروري كنتكلموا على التاهيل البشري. صحيح. كيف ممكن انه نتكلموا مثلا على الموارد البشريه من حيث الاساتذه؟ صحيح. من حيث المكونين فالمشروع يرتكز على كل هذه العناصر، فزياده على تاهيل يعني الفضاءات، يعني هناك يعني جميع الفضاءات والمنشات يعني المنشات الرياضيه والتجهيزات الرياضيه سيتم تاهيلها، كذلك الاهتمام بالموارد البشريه في شقها الطلابي، الى لاحظ بان نسبه الطلبه المنخرطون ولا المقبولون في الاجازه في التدريب الرياضي عرف تطورا منذ سنه 2021 2022، اللي تعرف نسبه التطور الان تقريبا واحد يعني 29-30% اكثر مما كانت عليه من قبل، وهذا يصب في يعني ايجاد موارد بشريه وتكوينها تكوينا علميا يمكننا من الاستجابه يعني للرهان الذي تتطلبه الرياضه الوطنيه. هذا من جهه، كذلك الطلبه لجوده التكوين يجب كذلك البحث عن اطر متخصصة في مجال ديال التدريب الرياضي، والسيد الوزير هو واعي بهذه الامور، ويعني تم يعني هذه السنه يعني تخصيص واحد العدد ديال المناصب الماليه ل يعني لاختيار اساتذه التعليم العالي المساعدين الاساتذه التعليم الاساتذه الجامعيين المتخصصين في التدريب الرياضي ولا في المجال الرياضي، يعني خصص المعهد ككل واحد المجموعه ديال المناصب الماليه ديال عشرات المناصب ديال الاساتذه الجامعيين، وهذا سيدعم في شقه التكويني جوده التكوين بالنسبه للطلبه، كذلك سيمكن من يعني التاثير ايجابا على مستوى البحث العلمي داخل المركز دراسات الدكتوراه. يعني على سعيد البيداغوج واش كاين مثلا شي مناهج الان اللي متطوره تواكب هذا التطور العالمي، وانت اصلا يعني انت عضو مجله متخصصه اللي مفروض انه عندك واحد النوع من التشبيك مع العالم. يعني بالنسبه للتكوين في مختلف يعني المختلف يعني لي فيليير اللي كاين في المعهد، كاين يعني الاجازه في التدريب الرياضي والماستر في الحكمه وفي التدريب الرياضي والماستر كذلك في الرياضات المستوى العالي ولا في يعني التدريب الرياضي والانجاز المستوى العالي. المحتويات تتم المصادقه عليها من جهات خارجيه تابعه لوزاره التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يعني من طرف متخصصين يتم يعني يقومون بدراسه وتقييم المحتويات التي ستعرض في هذه التكوينات، وبالتالي تصادق او ترفضها. نعم. الحمد لله هذه السنه ان المركز الوطني للرياضه في جميع تخصصاته المتعلقه بالتدريب الرياضي قام بتجديد جميع هذه التكوينات، وبالتالي يعني هناك التكوينات في شق محتوياتها تتلائم مع متطلبات يعني المعايير الموضوعه يعني من طرف وزاره التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. فيما يخص التشبيك، يعني التشبيك مساله اللي مهمه فيما يخص المنتوج الذي نقوم به في اطار البحث العلمي الذي يقوم به المعهد. فهذه السنه يعني بناء على انخراط 12 يعني طالب في سلك الدكتوراه قمنا بنشر ما يزيد عن 20 مقال علمي في مجلات علميه متخصصه
يعني لها يعني ان امباكت فاكتور اللي هو مقبول ومقبول جدا، وباسم المعهد، ان اسم المعهد الملكي لتكوين الاطور والمركز الوطني للرياضه يذكروا في مقالات، اكثر من 20 مقال في جميع يعني في مختلف المجلات العلميه المتخصصه. وهذا خطوه اولى لتنميه هذا المجال ولا المجال البحث العلمي المتخصص، دعما لجوده التكوين ودعما مستقبلا للقطاع الرياضي الوطني. انا صارتني سيد المدير هذه المساله ديال مركز الدكتوراه، لانه عاده كنتكلموا على دائما التكوين ولكن ما كاينش داك البحث العلمي، وهذا هو من روح صميم اي مركز او اي جامعه، هو البحث العلمي. كيف ممكن تكلمنا على هذه التجربه ديال البحث العلمي في ظل هذا المركز الدكتوراه؟ فيعني اولا ان اي مؤسسه من التعليم العالي لا يمكن ان تسمى بهذا المسمى الا لم تكون منخرطه في مجال البحث العلمي ومنتجة فعلا لمقالات علمية متخصصة حسب التخصص ديال كل مؤسسة. فالتجربة ديال تأسيس ديال المركز دراسة الدكتوراه لم تكن بالسهلة، لأنه في السنة الأولى كان من بل أهداف ديال الإدارة الجديدة هو خلق مركز دراسة الدكتوراه، لأن كنا مقتنعين طبقا لما عشناه وما قمنا به في خلال تكويننا بالجامعات الفرنسية ومراكز البحث بفرنسا، كنا يعني شغوفين أن نرى بلادنا تتوفر على مركز لدراسة الدكتوراه متخصص في علوم الرياضة. اسمح لي، هالتجربة كاينة في أوروبا؟ نعم، أنا عندنا مثلا ناخذ مثلا سبيل المثال فرنسا عندها ما يزيد على تقريبا 54 كلية متخصصة في علوم وتقنيات الأنشطة البدنية والرياضية. وكل كلية ولا كل مؤسسة تتوفر على مختبرات علمية تقوم يعني بأبحاث علمية حول الرياضة وجميع مستوياتها. هناك من يقوم بأبحاث على التغذية لدى الرياضيين، هناك من يقوم على الأبحاث يعني التأثيرات نوع معين من التدريب الرياضي على القدرة ديال التحمل ديال العدائين إلى غير ذلك. يعني الأساس ديال المركز هو أنه تشجيع البحث العلمي المتخصص. يعني المتخصص، لأن كل مجال عنده تخصص ديالو. لأن باش نحققوا الإنجازات الرياضية في مثلا في رياضة الجلد في ألعاب القوى، عنده قواعد ضوابطه ومستلزماته وفهمه الى غير ذلك. بدل كذلك ان المتطلبات ديال الرياضه فنون الحرب ليست هي المتطلبات تقنيا وتدريبيا، ليست هي متطلبات مثلا كره القدم وبعض الرياضات الجماعيه فيما يخص المكونات ديال جسم الانسان، مثلا الادراك ولا لا بيرسيبسيون ولا لو طون دو رياكسيون في رياضه الفنون الحرب ماشي متطلب بنفس الدرجه في العاب القوى ولا في رياضات اخرى. اذا هذه الامور وهذه المعلومات البحث العلمي المتخصص هو القادر على الاتيان بالاجابات على مثل التساؤلات من اجل شخصنة برامج التدريب الرياضية. وإن لم تكن هناك شخصنة التدريب لبرامج التدريب الرياضية لم يتأتى التطور في الإنجازات الرياضية لدى الرياضي. سوف لن نكون أمام مجهود بدني صرف، ولكن أمام مجهود فكري واكتساب معرفة أيضا. اكتساب معرفة تؤهلنا للتأطير أفضل فعلا. لأن الهدف هو تأطير طبقا للمعايير العلمية المعمول بها عالميا، حتى نكون قادرين على المنافسة على المستوى العالي على المستوى العالمي في المجال الرياضي مختلف التخصصات. نعم، تكلم سيد المدير قبل على أساس التشبيك الآن في ضمن برامج وأنت المعين في ديال هاد السنتين، يعني واش كاين شي برنامج من أجل الشراكة؟ أنت تكلمتي على التجربة الفرنسية، تجارب أخرى في ضمن هاد الشراكة، الاستفادة من التجارب وانفتاح المعهد كان من الأولويات وكان من الأهداف التي رسمناها قبل مجيئنا المسؤولية. فيعني نظرا ان هناك الانفتاح ديال حول الاتجاه ديال البلدان الافريقيه طبقا للتوجهات الملكيه الساميه لصاحب الجلاله نصره الله، فالمعهد الملكي لتكوين الاطور انخرط في هذه الديناميه في شقها الرياضي، وقمنا يعني بعلاقات مع دول افريقيه حيث قمنا بشراكه في المجال التكوين الاكاديمي وفي مجال التاثير الرياضي مع دوله الكابون الشقيقه، وتم توقيع الاتفاقيه مع السيد وزير الشباب والرياضه الكابوني في المعهد. هناك يعني شراكتين اخريين اتيتين في الطريق مع يعني جزر القمور ومع ساوتومي برانسيب، احنا في طور دراستهما من اجل عرضهما على انظار السيد الوزير ليقوم يعني لاتخاذ المتعين من اجل اجراءاتهما. هذه
انفتاح سيمكننا أولا من انخراط في التوجهات العامة لبلادنا في المجال الرياضي نحو إفريقيا، وبالتالي نسج علاقات لتكون هناك فيها إفادة واستفادة ما بين المعهد الملكي لتكوين الأطر وما بين المؤسسات الجامعية الأخرى في مختلف الدول الإفريقية الشقيقة. وهذا مش أنه يعطي أيضا إشعاع دولي للمركز. صحيح صحيح، ما نسبوا إليه المعهد الملكي لتكوين الأطر إشعاع دولي قاري إفريقي، ولماذا يعني البحث عن شراكات أخرى في دول أخرى. واش ما كاينش يعني ضمن البرامج سيد المدير، نحن الآن مقبلون على عدد من المحطات العالمية، كاين عندنا كأس أفريقيا، كاين كأس العالم، ولكن حنا غنتكلموا بجانب كرة القدم، المعهد بطبيعة الحال عنده يشمل جميع الرياضات. نعم. كيف ممكن أنه المعهد يواكب هذه المحطات الكبرى من حيث التأطير، من حيث الرياضيين، من حيث اكتساب التجربة؟ هو كما قلنا بأن كل إنجاز رياضي في كيف ما كان النوع الرياضي المعني، فلا بد أن يكون خلفه أطر تأطيرية مؤطرة تأطيرا ومكونة تكوينا جيدا. أنا أظن بأن المهام ولا المهمة الأساسية ديال المعهد الملكي لتكوين الأطر وفي المركز الوطني للرياضة مولاي رشيد هو توفير وتحقيق جودة عالية للتكوين في هذا المجال ديال التأطير، وهذا ما نصبوا ليه. هناك أمثلة ديال الخريجين ديال المركز الوطني للرياضة ولا المعهد الملكي لتكوين الأطر هما الآن في أكاديمية محمد السادس، في الجامعة لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وما يقومون بتأطير جميع يعني الأطر الشابة والرياضيين في هذه المؤسستين. هذا يعني نذكره على سبيل المثال، هناك مدربين من مستوى عالي كانوا خريجين ديال المعهد الملكي لتكوين الأطر، كاين حسين عموتة، كاين شيبة، كاين مختلف يعني المؤطرين وبعض المديرين التقنيين في مختلف الجامعات خريجين المعهد الملكي لتكوين الأطر، وهذا يدل على انه الجوده ديال التكوين وصلتهم باش يفرضوا نفوسهم في المجال الرياضي الوطني، ولكن نطمح لما هو افضل، نطمح لما هو احسن على المستوى العلمي، نطمح بان نكونوا خريجين عندنا عندهم كفاءه مزدوجه تقنيه رياضيه علميه كذلك. لأن الخريج إن حصل على شهادة دكتوراه وانخرط في التأطير وفي التكوين الرياضي ممكن على الأقل يكون على دراية بالمستجدات الدقيقة ديال التطور ديال الإنجازات الرياضية، وهذا سينعكس إيجابا على تأطيره لمختلف الفئات العمرية ولمختلف الرياضيين الذي يسار عليهم. نعم. أيضا في التأطير واش ممكن تكلم حتى على بعض الأنشطة الموازية اللي كتنظم أنشطة ندوات يمكن تكون عندها واحد الإشعاع وفئات أكثر؟ صحيح، بأن المؤسسات الجامعية مطالبة بالموازاة مع التكوين الأكاديمي بالقيام بأنشطة موازية إن من طرف طلبة أو من طرف الأساتذة على شكل مؤتمرات، على شكل ندوات، على شكل أيام دراسية. والمعهد الملكي لتكوين الأطر قام بما يقارب 7 أنشطة من هذا الصدد، من بينها مؤتمر. الأنشطة كنتكلموا على الولاية ديالك. الولاية في مسافة تقريبا سنتين، 7 ديال الأنشطة، قول لي يعني 7-8 ديال الأنشطة، من بينهم يعني مؤتمر دولي ديال التليميتين والتطبيب أو التطبيب عن بعد بالنسبة للرياضيين. وهذوك حضروها خبراء بطبيعة الحال اللي كانوا هناك، حضروا تقريبا ما يزيد عن 14 خبير دولي زيادة عن من قام بعرضه أو بمداخلته عن بعد. يعني الهدف كان هو تعميم الفائدة لجميع الحاضرين، وكان منقول يعني على البوابة الإلكترونية ديال أو الفيسبوك ديال المعهد لكي تعم الفائدة من لم يستطيع الحضور إلى ذلك المؤتمر. ومن خلاله كانت هناك ذلك شراكة مع ذلك الجمعية الدولية ديال التليميتين. نعم. ككلمة أخيرة السيد الحسين، يعني كيف ممكن نتكلم على أساس أنه في ظل هذا التحدي اللي مطروح عندنا الآن لو تصور ديال الرياضة، كيف ممكن أنه المعهد يوازي هذا ما نحن هذا؟ أولا تنشكركم على هذا السؤال، وثانيا الشكر الجزيل لكم على الحضور ديالكم لأطرق أبواب المعهد اللي معرفات التوجهات ديال المعهد والبرامج ديالو، والشكر موصول لجميع الأطر العاملة في منبركم الإعلامي الموقر. هذا من جهة. احنا فعلا ان التحديات لا تزيدنا إلا صمودا وعزيمة ووطنية، لأن الفخر والإحساس الذي نحس به عندما
نسمع النشيد الوطني يعزف في التظاهرات الدولية فهذا لا مثيل له. إذن إن استحضرنا هذا الإحساس لا بد من العمل ليل نهار من جميع المناصب من جميع يعني الأماكن ديال المسؤولية، كمؤطرين كأساتذة كإداريين كرياضيين، لا يمكننا إلا أن يزيدنا هذا إصرارا للمضي قدما وللعمل أكثر لتحقيق هذا المبتغى بالنسبة للفرق ديالنا الوطنية. والمعهد عنده كلمة يعني كبيرة في المجال ديال التكوين، وهذا ما نصب إليه جميعا. سيد المدير شكرا جزيلا، كنت معنا، بارك الله فيك والله يكثر خيرك. لا بالعكس، هذا شرف لي، شرفتنا، مرحبا بكم في اي وقت، وهالمعهد اعتبروه كشريك وانتم شركاء يعني في الاعلام للنهوض بهذا المجال، وتنشكركم بزاف على المهام ديالكم، وهذا شرف لي استقبال. شرف لينا، شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك وتحياتي. مرحبا.